السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موقع مهم جدا جدا في السيرش، إن أنا عايز أعمل سيرش عن حاجات معينة. بس أنا هنا مش هعمل سيرش عن فيديوز ولا ماتيريال ولا أي مثلا نوع من أنواع المعلومات، لأ أنا هبحث عن ويب سايتس. بمعنى أنا عندي مثلا ويب سايت أنا استفدت منه كتير جدا، فبالتالي أنا عايز حاجات شبهه أو حاجات في نفس مجال الويب سايت ده، فهيديني ويب سايتس شبيهة للويب سايت اللي انا هكتبه بالظبط. فتعالوا نشوف كده مثال. عندنا ويب سايت جميل جدا جدا في الليسننج، الا وهو ESL Lab، جميل جدا وناس كتير استفادت منه. الموقع هو ESL Lab للناس اللي برضو ما تعرفوش، يعني موقع جميل جدا جدا ومفيد في الليسننج. اقدر ان انا اشوف listening activities، وهنا كمان ممكن اختار الليفل بتاعي، ممكن ان انا يعني اختار حاجة معينة اسمع عنها، وبيديني دروس كتير جدا، وبيديني كمان model answer للدروس، بيصحح لي الاجابات بتاعتي بتاعت listening activities والكلام ده كله. ففي يعني نقدر نعمل listening practice، جميل جدا. طيب انا دلوقتي كتبت الويب سايت ده هنا، و جاب لي هنا list of 50 sites similar to SEL Lab. يعني هو بيديني list فيها 50 ويب سايت شبه الويب سايت ده بالظبط. تعالوا نشوف كده some websites. يعني هو هنا جايب لي، طبعا احنا قلنا ان SEL Lab ده listening exercise listening practice، فهنا جايب لي برضو مواقع كتير جدا في listening. فهنا نشوف مثلا اول ويب سايت دوت ESL listening او ELO listening English listening lesson library online. فده شكل ويب سايت جميل. انا طبعا ما اقدرش ان انا احكم على الويب سايت من اسمه، لا بنخش ونشوف الويب سايت ده. ممكن الاقي ويب سايت سهل وبسيط اقدر ان انا استخدمه يفيدني بكم معلومات كبيرة جدا. طيب انا هنا احب اوجه بس رسالة للناس اللي هي بتتعلم حاجة معينة. يعني انا دلوقتي مثلا اتكلمت عن اللسنين، فعندي بدل الموقع اهو ممكن اجيب 50، تمام؟ لا انا بس الفكرة كلها ان انا لما اجي اذاكر اللسنين او ما اذاكر اي حاجة عامة، اي حاجة اجي اذاكرها، الحاجة دي محددة مثلا لسنين، عايز اذاكر جرامر، عايز اذاكر اي حاجة، لا انا ياريت ان انا اركز في حاجة واحدة بس. يعني انا عايز اذاكر مثلا من ويب سايت، عندي اي اس ال لاب ده انا ارتحت معاه ولقيت فيه اكسرسايز جميله جدا، لا اشتغل فيه على طول، ما ركزش بقى ان انا كل يوم اشوف ويب سايت جديد عن نفس الحاجه والاقي نفسي في الاخر انا ما اتعلمتش حاجه. فانا بخاطب الناس اللي بتعمل سيرش كتير وعايزه تستفاد ان هي تلاقي حاجات كتير، لكن لما اجي اذاكر في المذاكره بالذات لا احدد حاجه معينه واذاكر منها. شكرا، ويا ريت تتابعوا القناه وتعملوا سبسكرايب.